مرحبا أصدقائي، وياكم حارث المهندس. رجعنا اليوم وياكم بعرض رائع لشقة صفر متر على البحر. مثل ما نشوف فيها منظر بحر رائع ومجمع ممتاز، أربع بلوكات، مجمع الآلدن 3. هذا المجمع واحد من أرقى الشركات أو أرقى البنايات الموجودة في منطقة محمود لار. الشقة اللي عندنا اليوم في مجمع كامل الخدمات، من جهة على شارع بربروس ومن جهة على البحر. المجمع فيه جراج سيارات، فيه مسبح، فيه ساونا، فيه فتنس، فيه ملعب لكرة السلة وأيضا للتنس، وفيه حدائق رائعة، أماكن ألعاب أطفال. مجمع مخدم بالكامل، أغلب الساكنين هم ناس من الدرجة الراقية. طبعا الشقة اللي عندنا اليوم هي تقع في الطابق الثالث، كأنه طابق رابع، في البناء الخلفي وليس البناء الموجود على البحر. طبعا أيضا من تخرجون من جهة البحر أكو مدخل يأخذكم مباشرة من تحت الشارع إلى البحر مباشرة. الشقة اللي عندنا اليوم هي غرفتين نوم وصالون، مساحة بحدود 125 متر، حمامين، بالكونين وأيضا مخزن، مؤثثة بالكامل طبعا هذه الشقة. ومثل ما قلت لكم هذه الشقة تقع في منطقة محمود لار، واللي هي تعتبر منطقة حيوية. هذه أيضا المجمع الموجود، المربع الموجود فيه المجمع جدا حيوي، المقروس أمامنا، المطاعم، الكافيهات، الماركتات كلها تكون قريبة علينا. والأهم من هذا أنه نقدر نطلع مباشرة من الحدائق نوصل إلى البحر. طبعا الشقة اللي عندنا اليوم مطلوب فيها 265 ألف يورو، وهو السعر يعتبر جيد لشقة بهذه الأطلالة، كذلك بهذا الموقع وبهذه الخدمات. راح نفوت نشوف كل التفاصيل، خليكم ويانا في هذا الفيديو. هذا أمامنا البنايات اللي فيها الشقة. طبعا الشقة مالتنا في هذا المجمع مباشرة على البحر، هنا مدخل يأخذنا من تحت الشارع إلى الشاطئ. هذا الشاطئ أمامنا في منطقة محمود لار. طبعا هذا جراج سيارات خاص في البناء مثل ما نشوف أمامنا، وفيه مداخل عديدة. هذا واحد من المداخل راح ندخل طبعا نشوف تفاصيل هذه الشقة في هذا المجمع اللي هو مجمع الآلدن 3، واحد من المجمعات جدا الممتازة. شوف الحدائق، هذه منطقة جلوس هنا، طبعا حدائق رائعة، المساحة الخضراء كبيرة، مسبح كبير، كرات سيارات، ملعب كرة سلة، تنس، ساونا، فتنس، كل شيء موجود في هذا المجمع، لكن ما فيه مسبح داخلي. طبعا المجمع يتكون من أربع بنايات مثل ما نشوف. احنا الشقة مالتنا في هذه البناية، يوجد مداخل من جهة البحر، يوجد مداخل ايضا من جهة شارع بربروس. هذا امامنا الخدمات كلها قريبة عليكم، الماركتات، المطاعم، وشوفوا هذا المسبح ايش كبرى، يعني مسبح اولمبي. هذا امامنا الشقة مالتنا، احنا فيها الطابق الثالث، هذه امامنا تعتبر انه طابق رابع، تحتها تكون ثلاث طوابق. هناك عندنا ملعب كرة سلة، تنس، مولد، حارس، هنا منطقة ألعاب أطفال، ومثل ما شفنا مجمع نظيف معتنين به بدرجة كبيرة. راح هسه نفوت نشوف الشقة، خليكم ويانا في هذا الفيديو. وهذا أمامنا المدخل مال الشقة مثل ما نشوف أمامنا. الصراحة إطلالة جميلة جدا مثل ما نشوف، أول ما ندخل على البحر من هنا تبين. هنا التقسيم مالتنا راح يكون على اليسار عندنا صالون، مطبخ، وكذلك بالكون كبير. عندنا هنا مخزن، يعني هذا الشيء حلو في هذه الشقق. وهنا عندنا ايضا خزانه نقدر نستخدمها مثلا للملابس، تكرمون للاحذيه. هنا غرفه نوم اطفال اولى، حمام رئيسي، غرفه نوم ثانيه، وكذلك بالكون وحمام. كالعاده احنا نبلش بالصالون. طبعا هذا هو الكوليدور، المدخل. بنايه الالدن معروفه بالتصميم الخشب مالتها. هنا هذا المخزن فيه الغساله ايضا. وهنا عندنا الصالون، لاحظوا الصالون معي، صالون واسع حلو مرتب، ومنظر البحر يكون طبعا من هنا مبين مثل ما نشوف امامنا. هنا طاولة الطعام يعني مع هذه الاطلالة الجميلة. هذا هو الصالون، مؤثث الشقة بالكامل، اثاثها لطيف. هنا عندنا هذا المطبخ، التصميم الخشب مالته. هذا المطبخ مثل ما نشوف امامنا، اجهزة كهربائية ماركة سيمنز. وهنا هذه الإطلالة من المطبخ، صراحة إطلالة جدا لطيفة على الأشجار والحدائق وبنفس الوقت على البحر. خلونا نطلع للبالكون حتى نشوفها بصورة أوضح. هذا أمامنا البالكون، طبعا البالكون واسع يمتد، يعني تقدرون هذا تغلفوه تصير بعد أكبر الشقة. هنا عندنا من هذه الجهة منظر مال البحر مثل ما نشوف، هنا بارك، هذه الحدائق، هذا المسبح، مسبح أولمبي كبير جدا. من هذه الجهة عندنا مدخل يأخذنا مباشرة إلى البحر،
وايضا تحت الشارع اذا نشوف عندنا نفق ياخذنا الى الشاطئ مباشره. من هذه الجهه مفتوحه، طبعا الميزه في هذه الشقه راح اشوفكم، الميزه في هذه الشقه انه عندنا احنا هذه الجهه كلها مفتوحه، هنا أنا ماكو بناء وبعدها شارع وهناك ايضا ماكو بناء، فهذه ابد ما تنغلق، بالتالي عندكم انتم خصوصيه. من هنا عندنا منظر مال البحر جدا لطيف، وماكو صوت ازعاج سيارات، وهذا هو المجمع، واحد من ارقى المجمعات الموجوده في منطقه محمود الارشوف، ومساحته الحدائق. هنا طبعا ملعب كره سله وتنس موجود، وكذلك مدخل منا على شارع بربروس. مطاعم هنا، الميغروس امامنا، هنا يوجد بارك سيارات، وايضا بالامام يوجد بارك سيارات فيها مداخل عديده. طبعا هذا البالكون الثاني، هلا اشوفكم مساحه البالكون من الزاويه حتى تصير عندكم فكره اوسع. يعني البالكون جدا واسع مثل ما نشوف امامنا. المجمع فيها اربع بنايات، الاولى احنا بيها، هذه الثانيه، ثلاثه والرابعه. خلونا هسه نفوت نشوف باقي تفاصيل الشقه بعد ما شفنا الحدائق، المسبح، هنا طبعا طاوله الجلوس، هنا عندنا هذه خزانه مثل ما ذكرنا، هذه هي غرفة نوم الأطفال، غرفة واسعة، سريرين فيها، وكذلك خزانة كبيرة، وأيضا جهاز تبريد. وإذا نشوف هنا أيضا عندنا حمام الرئيسي في الشقة، مغسلة، شاور، تواليت، مساحته حلوة، وفيه تدفئة تحت الأرضية. وهنا عندنا غرفة النوم الرئيسية، هذه مساحتها، واللي هي أيضا تعتبر مساحة جيدة، يعني فيها خزانة كبيرة، فيها سرير كبير، وكذلك الظل بعد بيها مساحة. وهذا هو الحمام الخاص بغرفة النوم مثل ما نشوف أمامنا. هنا عندنا أيضا إذا نطلع بالكون إضافي، هذا البالكون، وهذه هي الإطلالة مالته، أيضا فيه إطلالة على البحر وعلى الحدائق الخاصة بالبناء.